هل يجوز قراءة الأدعية والأذكار من كتب الأدعية؟ إذا كانت هذه الكتب لا يقرأ فيها إلا الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الحسن فلا بأس يأخذ الإنسان كتابا منها ويذكر الله عز وجل بما فيها من الأذكار، لأن كثير من الأذكار لا يمكن للإنسان أن يحفظها عن ظهر قلب، فإذا حفظها من كتاب أو من ورقة نقلها من كتاب أو حسن فلا حرج أن يذكر هذه الأذكار من هذا. وبالمناسبة أود أن أنبه على ما يحمله بعض الطائفين أو بعض الساعين في حجنا وعمرة، فتجد كل واحد منهم يحمل كتيبا فيه دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث إلى آخره، فإن هذا بدعة، نص أهل العلم على ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يحمل هذه الكتيبات، لأن الأذكار الواردة فيها إن كانت صحيحة فهي ليست في هذا المحل بل في محل آخر، وتخصيصها بهذا المحل يعتبر بدعة، وإن لم تكن صحيحة فهي أبعد وأبعد من السنة. ولهذا ننصح إخواننا المتمرين والحجاج والمتطوعين بالطواف ألا يعتمدوا على هذه الطيبات، وأن يعتمد الإنسان على ما في نفسه، فيدعو الله تعالى بما شاء من خير الدنيا والآخرة، ولو أن يكرر اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني، أو يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقرأ ما شاء من القرآن. نعم.